السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا أعزائنا مشاهدينا على قناة درين مصر والإعلامي هاني البراز ونور مصر. أنا بصور لكم النهاردة من الطبيعة. البلد اللي ورايا ديت بلدنا، بلد طنيخ الحبيب. ومن هنا كده أفنيش، من هنا كده أفنيش ومية عباد تلات تلات، من هنا كده الحصة، هنا كده مبروه، وهنا بلدنا دين مصر. بلدنا دين مصر هي يا جماعة. هناك يعني لو كبرت حضرتك، لو كبرت لكم كده شوية هنلاقي البرج دوت، برج الحجاز. بصوا برج الحجاز. المهم النهاردة اللي انا طلعت اتمشى شوية حضراتكم في الطبيعة الجميلة ديت، كنت اعمل لكم فيديو يعني وانا بتمشى كده في الطبيعة الجميلة ديت. حاجة بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يديم علينا دعمة في وسط البرسيم الحلو دوت، وطبعا في وسط الغلة والبرسيم والحاجات الجميلة دي. يعني ده برسيم اهو، وكمان شوية ده برسيم حضراتكم، وكمان شوية يعني اوريكم الغلة. شوفوا ما شاء الله يعني السماء الجميلة، السماء الجميلة ما شاء الله. البرسيم هو طبعا كلكم عارفين البرسيم دوت يعني علف للمواشي عزكم الله، وطبعا الغلة اللي هو علف ليه. الغلة هي بسم الله ما شاء الله، اللي هي يعني بسم الله ما شاء الله، يعني الغلة اهو ما شاء الله. يعني الخير جاي يا جماعة، والله الخير جاي. بس نصبر شوية، انا عارف ان الدنيا بايظة خالص، بنقول الحمد لله على كل حال. وطبعا اشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.